الكارت الأصفر. الكارت الأصفر أنطي والله ما أعرف من هو، شاعر، هو مطرب، هو شيخ، هو مشجع، والله ما أعرفه. هذا علي الشريفي، سيد علي الشريفي. سيد علي الشريفي، تحياتي له. شون يشن يعني سيد يعني علي الشريفي، يعني يعني خلينا نقول المعنى الحقيقي اللي لعب بالعمامة طوبة. اي طبعا، اي يعني شنو انت، انت خسر اريد اعرفه، انا اريد اعرفه هسه، انا اريد اليوم اريد اخليه بخانه، خلني بخانه المشجع المطرب. انا سمعت له مقطع يغني، مقطع يفشر، مقطع يقرا شعر، مقطع ملعب الحبيبيه، مقطع معمم وبجامع مدري وين. هسه اريد اعرفه انا، اخليه يعني على جهه. انا ما عندي تعليق. لا تعلق، أنا أعلق كافي. يعني ما عندي تعليق. لا تعلق، أنا أعلق كافي. هاي إساءة يعني يومية القاوي. أنت لو تذب العمامة وتشتغل بنفسك، مو تشتغل بعمامة رسول الله. تطالب حوزة، طالب علم، تختلف وضعيتك. يعني شوف، أساء للعمامة. أساء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أساء للعمامة. يعني هي هيك الشهرة ترخصكم؟ زين عندنا حوزة وعندنا مراجع وعندنا ما حد يصيح علي مثلاً. والله حتى بالسعدون لقيته، ماكو هيك. شو تسوي انت بالسعدون؟ انا دوام هناك، انا عبر، ترى انا دوام بالخضراء عبر. وذا لقيته بالسعدون؟ شنو السعدون؟ مو من حقه. لا انا ما لك شغل، انا وين لقيته؟ يعني مو من حقه انه يفوت بالسعدون؟ شنو السعدون؟ لقيته وبنات تصور وياه وكذا، واللباس مو محتشم، ماكو هيك. ماكو هيك، والله ماكو هيك. مرتضى يعني هسه جاي يمشي وجت بنيه تصور يطردها؟ اخلاق اخلاقيا اكو شقه واكو ضحك واكو قاعده خاصه. انا ما قد جاي يمشي، هم معروف اللي جاي يمشي من اللي ما جاي يمشي. استاذ اثير ترى كلنا نعرف، ليش نجامل؟ والله ما اعرف. اكيد هسه انتهينا من هذه الفقره. تشوفوا حلوه هاي الفقره؟ وشو راح اسوي المشاكل؟ بس انا شجاع والله احكي، يعني مثل ما هن. انا ما جامل، انا لا اريد اشتري خواطر ولا شو اسمه، انا الظاهره السلبيه احكيها. طيب وبكل شجاعه.